انسحبت. ما انسحبتوش، هذا إعادة تموضع. إعادة تموضع. إعادة تموضع. أيوة. هذا أنت أبداً أبداً يعني، أنت دخلت علينا مثل أسد، اعتقدنا أنك أسد، طلعت أسد بطانية. لا، وداخل دخلة رامبو، وانسحبت هروب شوتر من تفاح. خير يا نوال، مو معانا للضحك والزقعة، ايش في؟ هذا صادق الله يقلع وانسحب. صادق؟ ايش اللي خلاك تنسحب؟ ايش اللي رجعك؟ الله اكبر عليك يا ابو ماجد، الله اكبر عليك، كيف تخلي اخر عمري نسوني بهذيليني؟ ابت عمي، ابت عمي ما انسحبتوش ابت عمي. وليش؟ إعادة تموضع. إعادة تموضع؟ ايوه. سود الله وجهك، قبح الله وجهك، فضحتنا الله يفضحك، قد كنت عند باب زينب ايش رجعك؟ هاي صبايا. زينب؟ فعلتيها يا زينب؟ طبعا فعلتها انا زينب. الله لا لحقك خير، ايش اللي عملتي يا زينب؟ ليش صادق انسحب؟ نتيجة التفاهمات لن اكشف عنها حاليا. جحفل. ايوه. زيح. حاضر. زيح. يلا. زيح. زيح. وين زيح؟ احنا متفقنا شكا، متفقنا شكا زيح. زيح انا بمشي على الاتفاقات ولا بلتزم بالاتفاقات؟ جحفل. زيح. الله. سمعتي ايش قالت له؟ ايوه. هو ايش قال لها؟ قال لها ما اعرف. قال لها مش هذا الاتفاق اللي بيننا، وقالت انا من متى التزم بالاتفاقات؟ يعني كانوا متفقين يا نوال. صادق؟ متفقين انت وهي؟ سلام عليكم يا صادق. وعليكم السلام. ايش هذا؟ ايش اللي خلاك تنسحب هناك؟ احنا متفقين انك تقعد، ليه هنا؟ ايش اللي خلاك تنسحب؟ إعادة تموضع. تموضع ايش يا اخويا؟ تموضع. لا تصدقوا يا ابو متعب، لا تصدقوا، اني سمعته قبل شويه متفق هو زينب. هو يا ولد يا ولد، من يوم شفت الكشة حقتك هذه قلت ما في خير. مين اللي امرك تنسحب يا ولد؟ هيا قول الحقيقة، مين اللي امرك تنسحب يا ولد؟ ابو ماجد. مين؟ ابو ماجد. ابو ماجد؟ لا، ما ينسكت عليه هذا الموضوع، هذا الموضوع ما ينسكت عليه. اسمع يا بنت، قال لي ابو ماجد دحين، انا وال ابغى ابو ماجد دحين. ايوه. ايش يرجعك يخرب بيتك دحين؟ ابغى ابو ماجد ولا افجر الدنيا دحين، افجركم دحين. ابو ماجد يجيني دحين. هيا 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 هيا. اسرع يا بنت. ابو ماجد. انت فين يا ابو ماجد؟ انا مشغول، مشغول معي التزامات بالمطارات، يعني بتاخر اسبوع شهر سنه. ابو ماجد تعال الان، ابو متعب حينفجر فينا. ما اقصد، ما فيش ولا طياره اقرب طائره بعد سنه، يعني كل اللي راعي لي سنه. ابو ماجد تصرف. ابو ماجد اوكي، يلا مع السلامه. عفوا تاخرت عليكم، بس المطارات زحمه والطائره، واحنا طالعين كذا بالطائره تاخرت لانه يا ولد سيبك من الكلام الفاضي هذا، تعال ابو ماكينه. اوكي تعال. اوكي تعال. اوكي اسمع، ها ايش الكلام هذا؟ ايش هذا الكلام؟ ايش هذا الرجال كيف انسحب؟ يعني عمل الغار هذا كله عشان هذا؟ لا انسحب، هذا اعاده تموضع. تموضع ايش يا اخويا؟ تموضع. الا مصدق نفسك انت؟ مصدق نفسك يا ولد؟ تضحك على مين انت؟ تموضع ايش هذا؟ ايش تموضع هذا؟ تموضع. يعني انت، يعني انت قاعد تلعب من ورايا يا ابو ماجد؟ ها والله جبتها بلسانك يا ابو متعب، ما دام قلت تلعب من ورايا بل يلعب من وراه هو. انت يا ابو متعب واعطيت لنوال فلوس. هش. هذا الكلام ما ينقال قدامهم، هذا نقوله بيني وبينه قاعدة. يا بنات كل واحدة على غرفتها. يلا يا نوال مسعدة، هيا على غرفتك. تمام يا ابو متعب. هيا صار جوا. جحفل ادخل عند امك، ادخل عند امك بلا يبلي بشكلك. ايه قاعد تعطي لنوال فلوس وتشتي تصالح بين صادق ومسعدة؟ هاد درس المهن يا حبيبي. يا اسمع اسمع الهرجة، هذا جزء من الخطة.
يا بويا اسمع الهرجة وانا اقول ايش، وهذا كمان جزء من الخطة. يعني انت قاعد تلعب علي؟ تضحك علي؟ من ورا ظهري؟ وانت من ورا ظهري. يعني انت قصدك انه احنا قاعدين نلعب على بعض حاجة زي كذا؟